الزبالة دي بتشل يعني عندنا كل أسبوع، يعني كل أسبوع مرة، وريحتها زي ما أنت شايف كده. مضرورين احنا وتعبانين وعنا تعبانة، خلي بالك من الزبالة. يعني أي حاجة بقى إيه، مش عشان احنا خلاص عادي، عشان الأطفال اللي زي دول أخويا، وفي أطفال وراك برضه اهي ممكن تجيبهم، مضرورين ومأسيين، لا عارفين نروح ولا عارفين نيجي، لا احنا ولا عيالنا ولا حريمنا وبيوتنا حوالين منك. وادي طفلة برضه جاية، بص حتى ايديها على وشها وكتمة مناخيرها كده، يعني اخويا معلش احنا يعني ايه، انت تعبانة وادي اطفال رايحة جاية حوالين مننا، تعبنا الفلوس يعني الزبالة بياخدوا عليها بنولع وبندفع ابويا، احنا بندفع اشتراكات وبياخدوا مننا على الكهرباء للزبالة وعلى المية وعلى كله، بس احنا مفيش اي حاجة قدامك اهو. مضرورين احنا اكتر الناس مضرورين، عشان احنا اللي ساكنين حوالين منا. وهتلاقي اطفال جاية قدامك هنا في معهد مليان، هنا اطفال رايحة جاية في المكان دوت، فاحنا تعبانين وعيالنا بتتعب مننا واحنا مش عارفين نعمل ايه. فاللي انتوا شايفينه بقى، احنا يعني ايه بنناشد المسؤول اللي هو مطلوب منه يعمل كده، واحنا كأهالي لو مطلوب مننا مساعدة، فلوس، مادة، أي كلام من دوت، احنا مش هنتأخر، مش عشان احنا، مش خاطر عيالنا.